أهلا بكم إلى نشرة الانتخابية وتتابعون في أبرز عناوينها. قبل أسبوع على الانتخابات الروسية، الناخبون الروس المقيمون في بيلاروسيا يدلون بأصواتهم في اقتراع مبكر. بدء التصويت في الانتخابات التشريعية الكوبية لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية. وتتابعون أيضا، الحريري يعلن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات اللبنانية، وحزب الكتائب يكشف عن برنامجه الانتخابي. تتسارع عجلة الانتخابات الروسية قبل أسبوع على الاقتراع، حيث يواصل الناخبون الروس المقيمون في بيلاروسيا الإدلاء بأصواتهم في اقتراع مبكر. يأتي ذلك فيما يصوت الكوبيون اليوم لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الذين سيتولى أحدهم قيادة البلاد خلفا للرئيس راول كاسترو الشهر المقبل. أما في لبنان، فيعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أسماء مرشحي تيار المستقبل في مختلف الدوائر قبل 15 يوما على انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية. كما أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل برنامج الحزب الانتخابي. كل هذه التطورات نستعرضها مع شبكة مراسلينا، بالإضافة إلى أبرز المستجدات الانتخابية في كل من العراق وتونس ومصر، والبداية من روسيا. إذن بدأ المواطنون الروس المقيمون في بيلاروسيا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وأعلنت السفارة الروسية في مينسك تنظيم اقتراع مبكر لتوفير إمكانية الانتخاب للروس الذين يسكنون بعيدا عن المراكز المعتمدة. الاقتراع في بيلاروسيا يأتي قبل أسبوع على الانتخابات الروسية التي يتنافس فيها 8 مرشحين، بينهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين. في غضون ذلك، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن زعيم الديمقراطيين الليبراليين يحل ثالثا بعد الرئيس فلاديمير بوتين ومرشح اتحاد القوى الوطنية الشعبية والحزب الشيوعي بافل غرودنين برصيد يقل عن 6%. هذا وتتواصل الحملة الدعائية للمرشحين إلى منصب الرئاسة، حيث أجرى رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي وزيارة تفقدية للسجن النسائي الوحيد في موسكو. ومن العاصمة الروسية ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. أهلا بك سلام. نبدأ من حيث عملية الاقتراع في بيلاروسيا، هل فقط بيلاروسيا أم هناك أيضا مناطق أخرى بدأ فيها الاقتراع، وكيف تبدو الأجواء الانتخابية في تلك المناطق؟ أهلا بك وفاء. بالفعل بيلاروسيا الحليف الأول والأقرب إلى روسيا التي تشارك مع روسيا في الدولة الاتحادية روسيا وبيلاروسيا، بدأ فيها التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية، وتحديدا في بعض المناطق النائية التي تقع بعيدا عن المراكز الانتخابية التي ستفتح أبوابها في الثامن عشر من الشهر الجاري، وسيكون عدد هذه المراكز 13 مركزا انتخابيا في بيلاروسيا في 6 مدن رئيسية، ومنها العاصمة مينسك ومدينة بريست. ولذلك تم افتتاح هذه المراكز في المناطق النائية اليوم، والتصويت هناك حسب التوقيت المحلي سيستمر من 10 صباحا وحتى 6 مساء، وفي 18 ستجري الانتخابات وفق الجدول الزمني الروسي في 6 مدن كبرى في بيلاروسيا. وفي الوقت نفسه أيضا جرت انتخابات مبكرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في ولايتين هما فلوريدا وفي مدينة أورلاندو تحديدا، وأيضا في ولاية كاليفورنيا في مدينة ساكرامنتو تحديدا. وأيضا هذا التصويت يجري بشكل مبكر لنفس الاعتبارات، هو توفير الفرصة لمن يسكن بعيدا عن المدن الرئيسية في الولايات المتحدة، حيث توجد السفارة في واشنطن والقنصليات في عدد من الولايات الأمريكية، وكذلك في نيويورك حيث توجد البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة. وبهذا تكون عملية التصويت المبكر
مبكر في الانتخابات الرئاسية قد بدأت خارج البلاد، علما بأن هذه العملية بدأت من قبل ولكن في المناطق النائية جدا في روسيا، في كامتشاتكا، في المناطق الشمالية التي من الصعب الوصول إليها، لذلك تجري أيضا انتخابات مبكرة هناك، وأيضا في بعض القواعد والثكنات العسكرية الروسية سواء كان في الداخل أو الخارج. طيب. نعم. سلام، ماذا عن استطلاعات أو دراسات استطلاعات الرأي حول نتائج الانتخابات الروسية بطبيعة الحال؟ نعم وفاء، في الآونة الأخيرة جرت مجموعة من استطلاعات الرأي، والمركز الروسي لدراسة الرأي العام أجرى دراسة على ضوء هذه الاستطلاعات العديدة التي جرت منذ مطلع شهر شباط فبراير الماضي وحتى الرابع من هذا الشهر آذار مارس، وأيضا جرت عملية استطلاع إضافية بواسطة الاتصالات الهاتفية في أيام الخامس والسادس والسابع والتاسع من هذا الشهر، تم استطلاع 4000 عينة، ووفق هذه الدراسة تبدو الصورة بشكل التالي: من 63 إلى 67% من الناخبين الروس ينوون التوجه إلى صناديق الاقتراع في 18 من الشهر الجاري، ووفق هذه الدراسة فأن الرئيس الحالي فلاديمير بوتين يحظى بتأييد ما بين 69 إلى 73%، يعني لو أجريت الانتخابات اليوم الأحد تحديدا هذا اليوم، فإن الرئيس فلاديمير بوتين بوسعه أن يعول على 69 إلى 73% من الأصوات. يأتي ثانيا مرشح الحزب الشيوعي واتحاد القوى الوطنية والشعبية، حيث في وسعه أن يعول على من 10 إلى 14%. يأتي ثالثا الليبرالي الديمقراطي الليبرالي فلاديمير جيرينوفسكي وفي جعبته من 8 إلى 12%، ومن ثم الإعلامية الليبرالية ذات التوجهات الغربية كسينيا سابتشاك، حيث بوسعها أن تعول على 2 إلى 3%، ومن ثم غريغوري إيفلينسكي وهو أيضا من التيار الديمقراطي اليميني المعروف بقربه من الغرب، وهو يستطيع أن يعول على 1 إلى 2% من الأصوات. أما المرشحون الثلاث الآخرون وهم القومي سيرجي بابورين ورجل الأعمال سيرجي تيتوف وكذلك الشيوعي الستاليني ماكسيم سورايكن، فبوسع كل واحد منهم أن يعول على أقل من 1% من الأصوات. إضافة إلى ذلك فأن ما يقارب من 10% من الناخبين الروس لم يقرروا حتى الآن هل سيذهبون وهل سيصوتون ولمن سيصوتون، بالإضافة إلى 3% قرروا انهم لن يذهبوا بشكل قرروا بشكل نهائي انهم لن يذهبوا، و1% اذا ذهبوا فانهم سيقومون باتلاف القسائم الانتخابيه. نعم وفاء، كل الشكر لك زميل سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو على كل هذه الاحاطه وعلى هذه المعلومات. ما هي تفاصيل شكل الحكم في روسيا؟ تطلعنا عليها الزميله فاطمه قاسم. تفضلي فاطمة. نعم وفاء، على مشارف سادس انتخابات رئاسية روسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، نتحدث هنا عن نظام الحكم في روسيا. طبقا لدستور روسيا الاتحادية تعد روسيا دولة ديمقراطية فيدرالية يحكمها القانون ونظام الحكم فيها جمهوري. اللغة الرسمية لروسيا الاتحادية على كل أراضيها هي اللغة الروسية، وتضمن روسيا الاتحادية لكل شعوبها حق الحفاظ على لغاتهم الأصلية وتوفير الظروف لدراستها وتطويرها. تتكون روسيا الاتحادية من جمهوريات وأقاليم حدودية ومدن ذات طابع فيدرالي ومن أقاليم ذات حكم ذاتي ومقاطعات تتمتع أيضا بحكم ذاتي، وتشكل كلها وحدات فيدرالية متساوية في روسيا الاتحادية. الجمهورية أو الدولة في نطاق روسيا الاتحادية تمتلك دستورا وقانونا خاصا بها، ووضع الجمهورية يحدده دستور روسيا الاتحادية ودستور الجمهورية. رأس السلطة في روسيا هو رئيس روسيا الاتحادية، يعتبر الرئيس حاميا للدستور والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وينتخب من قبل مواطني روسيا الاتحادية لفترة رئاسية مدتها 6 سنوات. الجمعية الفيدرالية أو برلمان روسيا الاتحادية يتكون من مجلسين،
المجلس الفيدرالي ومجلس الدوما. أما السلطة التنفيذية في روسيا الاتحادية فتمثلها حكومة روسيا الاتحادية، والتي تتكون من رئيس حكومة روسيا ونواب ووزراء فيدراليين. عودة إلى وفاء. يعطيك العافية فاطمة. من روسيا إلى كوبا، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية في مرحلة أولى تقود إلى تولي رئيس جديد قيادة البلاد الشهر المقبل. يواصل الكوبيون الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم نحو 600 من أصل عدد مماثل من المرشحين تمهيدا لاختيار رئيس جديد للبلاد الشهر المقبل. بعد نحو 60 عاما على انتصار الثورة الكوبية، ها هي الجزيرة الكاريبية تجري انتخابات تكرس لرحيل راول كاسترو الراغب عن الرئاسة، المنصرف إلى شؤون الحزب الشيوعي الكوبي حتى مؤتمره العام المقبل في العام 2021، ولتؤول رئاسة كوبا إلى شخص سيعرف اسمه في 19 من نيسان أبريل المقبل، الموعد الذي يوافق الذكرى 57 لانتصار كوبا في خليج الخنازير والهزيمة المدوية للإمبريالية الأمريكية كما تراها هافانا. على بعد عشرات الأميال من الشواطئ الأمريكية، دعي أكثر من 8 ملايين كوبي إلى التصويت لاختيار أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 605. هذه الانتخابات العامة التي ستسمح باختيار 1265 عضواً للمجالس المحلية هي الأولى التي تنظم منذ وفاة زعيم الثورة الكوبية فيديل كاسترو في نهاية العام 2016. في نيسان المقبل سيختار النواب الذين ينتخبون أعضاء مجلس الدولة الهيئة العليا للسلطة التنفيذية، والذين سينتخبون بدورهم خليفة لكاسترو. اللافت أن حضور المرأة تعزز، وستشكل النساء 53% من النواب مقابل 48% حاليا. وبانتظار تأكيد الأسابيع المقبلة، يبدو النائب الأول للرئيس ميغيل دياز كانيل الأوفر حظا ليصبح رئيسا لمجلس الدولة الكوبي خلفا لراول كاسترو. إلى لبنان، حيث تتسارع دوران العجلة الانتخابية قبل أسبوعين من انتهاء مهلة تقديم اللوائح. يعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد قليل أسماء مرشحي تيار المستقبل في معظم الدوائر في لقاء شعبي يعقد في لبيال في وسط بيروت. ومن المقرر أن يعلن الحريري مبادئ البرنامج الانتخابي للتيار. في غضون ذلك، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل التمسك بسيادة لبنان وحياده. وخلال إطلاق الحزب برنامجه الانتخابي، لفت إلى أن حياد لبنان هو الممر للاستقرار. الجميل أضاف أن هذه الانتخابات هي انتفاضة رأي العام، مؤكدا أن الشعب اللبناني قادر على المحاسبة. جلسة مجلس الوزراء. وتنضم إلينا من بيروت مراسلة الميادين سارة الحاف. أهلا بك سارة، ضعينا في أجواء ربما يعني الإعلان عن قائمة أو لائحة تيار المستقبل، من المتوقع أن يكون في هذه اللائحة؟ كيف تبدو يعني خريطة ربما تيار المستقبل للانتخابات، البرنامج الرئيسي لهذا التيار؟ نعم وفاء، يعني بالرغم أنه يوم عطلة أسبوع وهو نهار أحد، كان هناك تحركات لافتة على المستوى الانتخابي لهذا اليوم. أبرز من ملف سوف نتكلم عنه في هذه الرسالة، سنبدأ من مكان وجودي هنا. نحن على بعد أمتار من المبنى هنا ورائي، حيث سيعلن رئيس الوزراء سعد الحريري أسماء المرشحين لتيار المستقبل وبرنامجه الانتخابي. سيبدأ الاحتفال بعد دقائق معدودة، بطبيعة الحال يبدأ بالنشيد الوطني ليعلن التيار عن هذا البرنامج أو عن برنامجه الانتخابي، الإعلان عن حملته الانتخابية، ثم كلمة الحريري، وهو سيعلن عن 37 مرشحا من بينهم سعد الحريري نفسه. وأيضا يعني هناك نحو 20 مرشحا هم من الأسماء الجديدة للتيار، إذن 37 مرشحا سيعلن هذا بالطبع المحسوبين هم من تيار المستقبل،
ما عدا أولئك المدعومين من تيار المستقبل. إذن دقائق قليلة ويبدأ الاحتفال في هذه القاعة خلفي هذا بالنسبة لتيار المستقبل في بيروت. وأيضا لتيار المستقبل كان هناك اليوم إطلاق الماكينة في طرابلس، حيث أعلن التيار الأمين العام للتيار أحمد الحريري انتهاء من الماكينة الانتخابية في طرابلس. وهو في حين استقباله يعني أو حين بدء كلمته أكد أن التيار طالما أن تيار المستقبل في طرابلس بخير، هذا ما وجهه الحريري في طرابلس، قال طالما أن تيار المستقبل في طرابلس بخير فهو إذن بخير في كل لبنان. يعني إذن حركة لافتة لتيار المستقبل اليوم، دقائق قليلة وتعلن ويعلن عن أسماء كل المرشحين لتيار المستقبل في مختلف الدوائر وفاء. هذا بالنسبة لتيار المستقبل. طيب سارة، ونحن يعني نتابع وإياك ربما أخبار يعني الإعلان عن لائحة تيار المستقبل، نشاهد وإياك مباشرة هذه الصور التي تأتينا من لبيال في وسط بيروت، حيث وصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري. نتوقع في أي لحظة أن يتم الإعلان عن اللائحة وعن البرنامج الانتخابي لهذا التيار. ربما في هذا السياق سارة من المهم أن نتوقف عندما قاله رئيس حزب الكتائب سامي الجميل فيما يتعلق ب يعني مسألة حياد لبنان، ويبدو بأنه هو العنوان الأبرز بالنسبة لحزب الكتائب. يعني ضعينا في تفاصيل أكثر لو سمحت. نعم، حزب الكتائب كما قلنا وفاء أيضا كان له اليوم الكلمة، أطلق برنامجه الانتخابي أيضا من منطقة نهر الكلب. وقال الجميل وهو يخوض أو أعلن عن الشعارات التي يخوض فيها الانتخابات، الشعار الأساسي هو نبض التغيير. وحين ننظر يعني تحديدا إلى هذا الحزب الذي كان يشكل يعني فقرة أساسية من العمود الفقري في السلطة منذ تأسيسه ومنذ سطع نجمه، منذ أن سطع نجمه عام 1958، هو اليوم يعني وكأنه يقدم نفسه على أنه حزب معارض يطرح يعني نبض المواطن ونبض الحرية ونبض النظام ونبض كل التغيير المطلوب بحسب الكتائب. وقال تحديدا سامي الجميل مسؤول حزب أو رئيس حزب الكتائب، قال تسألون لماذا نخوض هذه الانتخابات وحدنا، فبنظره هم وحدهم من لم يسرقوا وهم وحدهم الأكثرية في قلوب كل آدمي في لبنان. هذه العبارة أقتبسها مما قاله تحديدا سامي الجميل، وقال إنه سيخوض هذه الانتخابات فقط مع من يشبهه. وأيضا أضاف أنه البرنامج الذي أطلقه منذ 9 سنوات وهو عقد الاستقرار سيضاف إليه 131 بندا ربما أمكننا القول. قال للأسف أننا اضطررنا أن نضع في برنامجنا أمورا بديهية، لكن كان لابد من ذلك، أن نتحدث مثلا عن الزواج المدني، عن أن نتحدث عن وجود كهرباء من دون سرقة، والكثير من يعني النقاط التي قال أنها يعني 131 نقطة ربما أضيفت إلى هذا البرنامج الذي قال أنه اعتمد منذ 9 سنوات ونفذ بحذافيره ولم تبتعد عنه الكتائب في أي لحظة في هذه 9 سنوات. وأيضا وعد الناس وقال كل من هو لديه القلب النظيف والضمير لابد أن يقف صفا واحدا في مواجهة كل الفساد. وأيضا قال يعني ولفت إلى أن هناك الأموال كثيرة تصرف من قبل أنظمة الدولة، ويعني قال إن الكتائب لا تضع كل هذه الأموال، فهي تتكل فقط على كل مواطن لديه ضمير ويحب التغيير، واعدا أنه لن تنسحب الكتائب من هذه المعركة، بل ستنتصر في هذه المعركة. إضافة أيضا وفاء إلى كل من حزب تيار المستقبل وحزب الكتائب، كان هناك لحزب 7 أيضا إطلاق مرشحين، فقد أعلن اليوم عن أسماء أكثر من 20 مرشحا في مختلف الدوائر اللبنانية 15 دائرة في طبيعة الحال. وقال أيضا حزب 7 يعني في بيان قال نتعهد بأن نكون صوت كل مواطن داخل البرلمان وأن نكون بعيدين عن الطائفية، كما أننا لن نقبل أن نكون مرتهنين لأي دولة خارجية، وتعهد بإنشاء دولة مدنية وتطبيق الدستور بكامله. و الكثير من النقاط يعني قال أنه سيكون صوت كل مواطن ومواطنة في هذا البلد. هذا بالنسبة لليوم، ولكن أيضا لابد من التذكير أن حركة الشعب أيضا أعلنت عن أسماء مرشحيها، هي التي كانت يعني ضمن اللائحة. هناك حركة الشعب وحركة المرابطون والمجتمع المدني وجمعية نوروز والمستقلين، أعلنوا عن بعض أسماء المرشحين، بقي ربما بضعة الأسماء والتي هي محسوبة على حملة بدنا نحاسب من المجتمع المدني لم يعلن عنها. وأيضا حزب التوحيد أيضا في الأمس أعلن أسماء مرشحيه. يعني إذن ربما يعني رغم تعقيد خارطة التحالفات التي لم تتضح لنا قبل الانتهاء أو قبل إقفال مدة الترشيحات أو التحالفات عفوا بعد نحو 2 أسبوع ونيف، لكن بدأ ربما صورة تتضح، خصوصا مثلا من تحالفات المستقبل مع القوات اللبنانية. نعم. بدأت شبه أكيدة أنها ستكون هناك تحالف في دوائر مثلا الشوف علي ودوائر بعبدة. إذن يعني صورة التحالفات ستتضح أكثر وأكثر مع الأيام المقبلة، وبانتظار إعلان عن 37 مرشح بين
منهم سعد الحريري نفسه بعد دقائق قليلة من هنا خلفي من قاعة لبيال. وفاء، يبدو بأنهم بدأوا ربما الفعاليات الإعلان عن البرنامج الانتخابي سارة وعن اللائحة بشكل عام. سننتقل إلى الداخل وفاء. لا. نعم. تعذر لنا إلا الوقوف في هذا المكان لأسباب أمنية ولإجراءات أمنية. سننتقل بعد هذه الرسالة طبعا لنتابع ماذا يجري في الداخل ولمواكبتكم بكل جديد وفاء. طيب سارة، قبل أن تنتقلي مباشرة فقط سؤال سريع لو سمحتي، ربما بتوصيف الخريطة الانتخابية الآن يبدو واضحا بأنها لن تكون خريطة تقليدية كما شهدتها الانتخابات السابقة في لبنان، هي خريطة خارج ربما ما هو مألوف، فقط ما الذي تغير في هذه الخريطة سريعا لو سمحتي سارة؟ صحيح وفاء، يعني هذا القانون تحديدا هو الذي غير وخلط كل الأوراق. فالحلفاء حلفاء الأمس هم خصوم اليوم أو العكس تماما، وحتى الخصوم سوف يتحالفون في بعض الدوائر وذلك لكسب المزيد من الأصوات. فهذا القانون فرض على كل الأحزاب الدقة في اختيار تحالفاته، الدقة في اختيار مرشحي، وذلك تحديدا لأن الصوت التفضيلي ربما هذا ما يصنع الفرق هذه المرة في هذه الانتخابات. فهذا ليس قانونا أكثريا بل هو قانون نسبي، وطبعا في كل دائرة طبعا أيضا لابد من ذكر أن الصوت التفضيلي هو بحسب القضاء وليس الدائرة، وهذا أيضا يتطلب مجهود أكبر من الأحزاب لمعرفة مع من ستتحالف، أين ستتحالف، ومن هم المرشحون. هذا ربما يعني ما جعل أن الخارطة التحالفات حتى اليوم لم تكن واضحة بشكل كبير. على سبيل المثال وفاء سريعا، كان مثلا قبل زيارة الحريري إلى السعودية كان هناك الحديث عن تحالف كبير بين المستقبل والتيار الوطني الحر في غير دائرة حول لبنان، تغير هذا الوضع، وبرغم أن مثلا القوات اللبنانية كانت تتجه إلى البحث عن مستقلين للتحالف معها، حتى بات الحديث عن الترشح بشكل يعني انفرادي، باتت فرص التحالف مع المستقبل أكثر بكثير وفاء. طيب سارة، ننتظر وإياك أن تكوني في داخل وقلب الحدث في داخل قاعة لبيال، ربما نأخذ منك تفاصيل أكثر لاحقا. أشكرك وكل الشكر الزميلة سارة الحاف، كنت معنا من وسط بيروت. ربما بالعودة إلى الملف الكوبي، حيث يواصل الكوبيون مجددا ربما الإدلاء بأصواتهم لاختيار الجمعية الوطنية لاختيار رئيس جديد للبلاد. حول هذا الموضوع تفيدنا أكثر وفيقة إبراهيم المتخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية. أهلا بك سيدة وفيقة. أهلا بك. من المهم فقط أن نعرف يعني في ظل ربما هذه عملية الاقتراع المتواصلة الآن، كيف ربما تبدو هذه وكيف تبدو الأوضاع الانتخابية بشكل عام؟ ما هي التوقعات للجمعية؟ بصراحة يعني كنت أسمع للتو تصريح لرئيسة اللجنة الانتخابية الوطنية السيدة ألينا بلسيرو قبل قليل، تقول أن كل الأمور تسير على ما يرام وبشكل طبيعي جدا خلال الساعات الأولى من الانتخابات العامة التي تجري اليوم في كوبا، وأنه تم افتتاح 24470 مركز اقتراع على طول وعرض الجزيرة، أيضا هذا بحسب كل وسائل الإعلام العالمية أكدت هذا الكلام، وأن الأمور تسير بكل شفافية والشعب الكوبي يتدفق لمراكز الاقتراع تعبيرا عن وحدته وعن دعمه لثورته ولحفاظه عليها. هناك أعداد هائلة من الشباب المتطوعين في هذه العملية، أكثر من 38406 شاب وصبي يشاركون في تنظيم هذه الانتخابات وفي كمتطوعين لانتخاب 605 نواب في البرلمان و1265 نائب على مستوى المحافظات. العملية تسير بكل نجاح، الرئيس راول كاسترو أدلى بصوته قبل قليل أيضا في أحد مراكز الاقتراع ورقمه 1، وكان متفائل جدا وعبر عن ثقته بالجيل الجديد والذي سيحمل راية هذه الثورة وسيحافظ على إرث المؤسسي ونجوم هذه الثورة من فيدل كاسترو الراحل الكبير والقائد الثائر إرنستو تشي غيفارا، ويعني كل ما لديهم من كنوز بصراحة بتاريخ هذه الثورة، بالرغم من كل
الهجمات السياسية والحملات الدعائية التي تقوم بها اليوم الولايات المتحدة ومحاولات تفخيخ هذه العملية عبر المراهنة على بعض الأصوات التي فعلا لا تمثل أي شيء يذكر في المجتمع الكوبي من معارضين يريدون نفخ هؤلاء المعارضين كما يعني ننفخ البالونات بصراحة لخلق حالة ما اعتراضية داخل هذه الثورة الكوبية. طبعا هؤلاء موجودون بدون أدنى شك، ولكنهم يفتقرون بشكل كبير جدا إلى أي تمثيل حقيقي على أرض الواقع في كوبا. علينا أن ننتظر لتستكمل هذه العملية اليوم بانتخاب النواب، ومن ثم هؤلاء النواب المنتخبون 605 سينتخبون في شهر نيسان المقبل رئيس مجلس الدولة الذي هو سيكون رئيس الجديد للبلاد بعد راول كاسترو، وأيضا النائب الأول للرئيس والخمس النواب الآخرين للرئيس وأعضاء مجلس الدولة وأيضا الأمين العام لمجلس الدولة. طيب. نعم طيب وفيقة يعني أو سيدة وفيقة عذرا، ما هو العنوان الرئيسي للمرحلة القادمة في كوبا؟ والله هي يعني الكل يتحدث عن كوبا ما بعد كاسترو، ما بعد أو كما يعني تقول الولايات المتحدة الأمريكية كوبا يعني بدون آل كاسترو بهذا المعنى. لا يعني لن تكون كوبا حاليا إلا استمرار لهذه العملية، لأنها لم تكن بحياتها كوبا لآل كاسترو. يعني الصدف جعلت أن يكون النائب الأول للرئيس هو شقيق للقائد زعيم الثورة الكوبية الراحل فيدل كاسترو، ولذلك تم انتخابه أيضا كرئيس بعد أخيه، ولكن جميعهم لديهم أبناء ولديهم يعني أبناء مهمين جدا في عالم العلم والطب والسياسة أيضا، ولكنهم لا يريدون أن يترشحوا وليسوا على لائحة المرشحين للرئاسة. كل الشكر لك سيدة وفيقة إبراهيم المتخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية على هذه المعلومات وعلى هذه الإحاطة. فاصل قصير ونواصل بعده الانتخابية، ابقوا معنا. أهلا بكم إلى الانتخابية من جديد، نستأنفها من العراق الذي يشهد منافسة محتدمة تعززها مساعي واشنطن للتدخل في المشهد العراقي. دعا رئيس الائتلاف أو ائتلاف دولة القانون نور الملك العراقيين للمشاركة في الانتخابات المقبلة وللتدقيق في خياراتهم لناحية المرشحين الأقدر على تحمل المسؤولية. المالكي شدد على ضرورة الابتعاد عن التحشيد الطائفي والمذهبي لأهداف انتخابية، مؤكدا ضرورة دعم كل ما هو وطني جامع موحد للعراقيين. كما أوضح أن مشروع الأغلبية السياسية الذي يتبناه الائتلاف يفسح المجال لكل الراغبين في استكمال بناء العراق عبر حكومة قوية قادرة. من جهته رأى مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى نصر الله سورجي أن الانتخابات المقبلة في المناطق المشتركة مصيرية بالنسبة للكرد. سورجي دعا إلى بذل الجهود للعمل من أجل زيادة نسبة أصوات الكرد في المناطق التي تشهد نزاعات وفي إقليم كردستان، آملا أن تشارك في الانتخابات بقائمة موحدة. رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم أكد أقرب أن قرب التيار وبعده عن القوى السياسية مرتبط بقربها وبعدها عن المشروع السياسي الذي يؤمن به التيار. الحكيم قال خلال لقائه قيادات شعبية في بغداد أن تعميم السلبية ليس من أولويات التيار أو مبادئه. وضح أن تيار الحكمة يتسم بالاعتدال والوسطية وتمكين الشباب والمرأة والبرنامج والمشروع الواضح والوطني. مشاركة أطراف عراقيين جدد لا
تؤمن بالمشاريع الأمريكية في العراق والمنطقة قد تدفع واشنطن إلى الضغط على العملية السياسية والانتخابية وعلى شكل الحكومة المقبلة حفاظا على مصالحها، فإلى أي مدى سيكون تأثيرها واضحا في هذه الانتخابات؟ تقرير يلقي الضوء لمحمد الفهد. انتخابات 2018 في العراق هي الرابعة منذ التغيير والثانية بعد الانسحاب الأمريكي عام 2011. العراقيون خلالها استطاعوا وبرغم الإرهاب إنجاح تجربتهم السابقة بعيدا عن الحضور الأمريكي، لكن الأمريكيين وتحت عنوان الاستشارة والتدريب كما هو معلن حاولوا العودة، والهدف الخفي وفق المتخصصين تبرزه تصريحات واشنطن المستمرة بأن وجودها يهدف إلى الحد من النفوذ الإيراني في العراق والسعي لبناء قواعد ثابتة وغير ذلك. معلومات تنذر بإمكانية تأثير الحضور الأمريكي على شكل الحكومة المقبلة العراق وفي المنطقة بشكل عام. فلا يوجد استقرار لا في المنطقة ولا في العراق، لأنه الأمريكان يعملون بطرق شيطانية، الهدف من عندها هو زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. مشاركة أطراف عراقية جديدة لا تؤمن بتحركات واشنطن ورغباتها في المنطقة ممثلة بالحشد الشعبي قد تسهم في تشكيل جبهة سياسية مؤثرة في البرلمان تكون قادرة على اتخاذ قرارات تشريعية تمنع أي وجود أجنبي وتحد من حرية تحركاته في المناطق العراقية تحت أي هدف كان. أصبح واضحا جدا المشروع الأمريكي الذي يحاول تقسيم العراق والرجوع بالعراق إلى الوراء. اليوم الناخب العراقي يعرف من هم أعداؤه ومن هم أصدقائه. واستنادا إلى بعض الوقائع، فإن أولى محاولات واشنطن في التأثير على الانتخابات العراقية كانت عقب مشاركة الحشد الشعبي فيها، فلمحت إلى النازحين وداعش وغيرها من الملفات وطرحت خلف الكواليس مقترحات التأجيل، لكن العراقيين نجحوا في تحديد موعد الانتخابات واستعدوا لها. نجاح ساسة العراق بإنتاج عملية سياسية خالية من الثغرات سيقطع الطريق أمام التأثيرات الخارجية على شكل الحكومة المقبلة، ولا سيما الحضور الأمريكي الساعي إلى تغيير بعض القواعد في العراق والمنطقة. محمد الفهد، بغداد، الميادين. ونبقى مع الزميل محمد الفهد مراسل الميادين من بغداد. أهلا بك محمد. أولا فيما يتعلق ربما بمشاركة الكرد في الانتخابات المقبلة وخصوصا في المناطق المشتركة، فقد ضعنا في تفاصيل هذه الخريطة الانتخابية، يعني كيف يمكن أن تؤثر ربما بالمجمل على نتائج الانتخابات وحضور الكرد؟ هذا أولا. الأمر الآخر فيما يتعلق بالتدخل الأمريكي، ربما فقط بعد إحاطتك هذه ندخل في تفاصيلها. نعم وفاء، فيما يخص المناطق المشتركة أو التي تسمى دستوريا المتنازع عليها، هي مناطق كانت لفترة ليس بالقصيرة تحت إدارة الأكراد ولا سيما قوات البشمركة، وكانت تخوض الانتخابات العامة في البلاد الأحزاب الكردية داخل هذه المناطق على شكل قوائم أو تحالفات مجتمعة مع بعضها تنافس القوائم العربية إن كانت عربية أو تركمانية أو ما إلى ذلك. بعد فرض القانون في هذه المناطق وتزامن هذه العمليات مع الانشطار والانشقاق والانقسام في البيت الكردي ودخول الأحزاب الكردية على شكل قوائم منفردة تتنافس مع بعضها في هذه المناطق، ذهبت بعض الأحزاب الكردية ولا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن هنالك خشية ربما في المناطق المشتركة والمتنازع عليها على مستقبل الأكراد في هذه المناطق، لاعتبار أن هذه المناطق ستخضع إلى الحماية أو مراكز الاقتراع داخل هذه المناطق ستخضع للحماية المركزية حصرا، وبالتالي أيضا ربما هي تندرج ضمن الحملات الدعائية الانتخابية إثارة هكذا مواضيع في هذه المناطق، في حين أن بغداد تؤكد على أن الانتخابات ستكون نزيهة في تلك المناطق وستحمى المراكز الانتخابية وستصان كل حقوق الأطراف التي تتنافس في المناطق المشتركة والمتنازع عليها. لكن اللافت في الأمر أن الأكراد أو البيت الكردي هو منقسم في تلك المناطق، هنالك أحزاب منفردة دخلت وبالتالي ربما يؤثر على مستقبل الثقل السياسي الكردي في هذه المناطق. هذا الشق الأول من السؤال. أما الحضور الأمريكي وتأثيره على الانتخابات العراقية،
واشنطن تخشى على مستقبل تأثيرها على العملية السياسية بشكل أكبر في المستقبل، لاعتبار أن طيلة الفترة الماضية دخول الاحتلال الأمريكي، خروجه من البلاد، انسحابه من البلاد، دخوله بعد أزمة داعش، انتصار العراقيين على داعش، واضمحلال كل المبررات التي تريدها واشنطن للبقاء. الآن العراقيون مصرون على الانتخابات، بالتالي الخشية لدى الأمريكان تكمن في أن الجبهة الرافضة لوجودهم ربما تتسع بشكل كبير لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل. نعني هنا دخول أطراف في العملية السياسية تحظى بمقبولية الشارع كتحالف الفتح الذي يضم العديد من الفصائل العراقية والحشد الشعبي، ربما هذا يضاف إلى الجبهة العراقية السابقة، وبالتالي تكون قوة كبيرة، قوة تشريعية داخل البرلمان لا تعطي أي فسحة أو أي مجال للأمريكان بتنفيذ مشروعهم في المنطقة، القاضي ربما بقطع طريق طهران بغداد دمشق، أو وضع حواجز ما بين العراق وسوريا ضمن مشروعهم، وبالتالي ربما الأمريكان سيتعرضون إلى إحراج كبير إذا ما حصلوا على تفويض في هذه الفترة قبل انتهاء عمر الحكومة ربما لإنشاء قواعد ثابتة. بالتالي التوقعات الأمريكية أن نفوذ الجبهة العراقية الرافضة لوجود الأمريكي والجبهة العراقية التي تنسجم مع توجهات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، تخشى واشنطن أن تكبر هذه الجبهة في المستقبل، وبالتالي العراق باعتباره دولة كاملة السيادة لديه دستور، واشنطن تعترف بهذا الدستور، إذا ما قرر البرلمان العراقي المقبل بأغلبية سياسية أن لا يبقى وجودا ولا تأثيرا أمريكيا في العراق أمام العالم، ستخضع واشنطن إلى تأثيرات الإحراج الكبير في المنطقة، وبالتالي تخشى من هذا التغيير في قواعد الخارطة السياسية العراقية. لذلك اتجهت ربما بالضغط أنها ربما تثبت قواعد في إقليم كردستان لاعتبار أنها داخل إقليم وربما بعيدا عن تأثير الحكومة العراقية أو بعيدا عن الجبهات التي ترفض وجودها. كذلك قائد التحالف الدولي بقيادة واشنطن في الحين يعني قبل يعني وقت ليس بالقصير قال أن داعش ما تزال تهدد العراق وتهدد المنطقة، وبالتالي نحن يجب أن نبقى قريبين من العراق ونقدم المساعدة، وهذه ربما تلميحات أن واشنطن تبحث عن مبررات أخرى للوجود، وربما هي تندرج هذه الرغبات الأمريكية في المنطقة ضمن ما سار إليه العراقيون، وأيضا تندرج ضمن إصرار العراقيين على إنجاح تجربتهم الثانية بعد الانسحاب الأمريكي، وكذلك التجربة الأولى بعد أن استطاع العراقيون القضاء على التهديد الأمني سواء كان داعش أو القاعدة، وبالتالي هذه التجربة الانتخابية هي الأكثر استقرارا أمنيا في العراق كما يقول المراقبون وكما تشير المعطيات على الأرض، وبالتالي يعني الحضور الأمريكي ربما تكون له تأثيرات مستقبلية بحسب القراءات رغم الرفض الشعبي والسياسي لكل هذه التحركات أو تحركات واشنطن في المنطقة. أشكرك كل الشكر الزميل محمد الفهد مراسل ميادين كنت معنا من بغداد على كل هذه المعلومات. ومن العراق إلى تونس حيث تختلف استراتيجيات الترشيح بين الأحزاب الكبيرة وتلك المتوسطة والصغيرة لجهة المشاركة في البلديات أو الاكتفاء بالمدن الكبرى فقط. باستثناء حزبي النهضة ونداء تونس فإن باقي الأحزاب التونسية اكتفت بالترشح في عدد محدود من الدوائر البلدية، ويعود ذلك إلى العوامل المادية والبشرية في الأساس نظرا لما تتطلبه الانتخابات البلدية من توفير آلاف المرشحين، الأمر الذي تفتقده الأحزاب الصغرى. مراد الدلنسي. الاختلافات بين الانتخابات المحلية والانتخابات التشريعية لجهة عدد الدوائر والإمكانات البشرية الواجب توفرها لدى المرشحين جعلت الأحزاب التونسية تخرج عن المألوف وتعتمد استراتيجيات جديدة لتجاوز ما تتطلبه هذه الانتخابات من إمكانات، فالترشح للبلديات يستوجب تجهيز آلاف المرشحين، عامل جعل الأحزاب الكبرى ترشح مئات المستقلين.
هذا حزب سياسي عنده قدر لا بأس به من الانفتاح، يتعامل مع الطاقات نتاع البلاد، وناوي ورشح الطاقات نتاع البلاد باش تخدم البلاد في قضايا كما تعرف قضايا يوميه، معناها ماء وضوء ونظافه وانتصاب فوضوي وتحسين المدن وبيروقراطيه باش نقلصوا منها الى اخره. بالتالي اللي عنده استعداد باش يخدم مرحب به. ولأن تمكن حزباء النهضة ونداء تونس من التقدم في كل البلديات اعتمادا على المتحزبين والمستقلين، فإن الأحزاب الباقية اختارت استراتيجيات أخرى. فالجبهة الشعبية مثلا اختارت الترشح في نصف عدد البلديات فحسب، في موازاة إعلان دعمها قوائم مستقلة تقودها شخصيات قريبة فكريا من الجبهة الشعبية. مناضلي الأحزاب المنضوية تحت الجبهة وكذلك المستقلين، تم طائفة كبيرة من المستقلين موجودين في الجبهة يكونوا ضمن القائمات. ولكن إذا كان في بعض الجهات نجم يكون حضور الجبهة ماهوش قوي برشا باش نجم تعمل قائمتها الخاصة، في الحالة هذيك يكون عندها بعض المناضلين يدخلوا في قائمات مستقلة والجبهة الشعبية تدعم تلك القائمات. ضعف الإمكانات البشرية والمادية أعاق تقدم أحزاب عديدة في كل البلديات، بل إن أحزابا كالتيار الديمقراطي وأفاق تونس والمبادرة وغيرها لم تترشح إلا في بعض البلديات من أصل 350 بلدية. باستثناء النهضة والنداء فإن الأحزاب البقية اختارت حصر ترشحاتها في البلديات التي تتوقع أن يكون لها فيها شعبية انتخابية، وتجنبت الترشح إلى البلديات التي لا تحظى فيها برصيد انتخابي. ويبقى العاملان المادي والبشري من الأسباب الرئيسية لهذه الخيارات. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. معنا من العاصمة التونسية مراد دلنسي، أهلا بك زميل مراد. ربما كان هذا التقرير مهما فيما يتعلق بقدرات الأحزاب ووجود وحضور الأحزاب في الخارطة الانتخابية بالمجمل في تونس، ولكن بالمجمل أيضا ضعنا في صورة التطورات أو الحالة الانتخابية لهذا اليوم. نعم، هذا اليوم الأحزاب واصلت اجتماعاتها في داخل المدن التونسية، هي حقيقة ما يشبه الحملة الانتخابية المقنعة أو غير الرسمية. صحيح لا توجد مظاهر لحملة انتخابية باعتبار مازال الوقت طويل أمام بداية الحملة الانتخابية في 14 من أبريل نيسان، ولكن الأحزاب تجتمع داخل المدن وداخل البلديات، هي اجتماعات داخلية للمرشحين للقائمات البلدية. حزب نداء تونس بدأ ما سماه بالأسبوع الإقليمي أو الجهوي كما يسمى هنا في تونس، حيث يجتمع بمناضليه وبرؤساء قائماته وكل المرشحين في الدوائر البلدية. يتم التحضير اللوجستي كيف تتم الانتخابات. حزب حركة النهضة كذلك نوابه استغلوا الأسبوع داخل المدن ليتحولوا إلى البلديات والمدن الداخلية. كذلك الحزب أطلق موقعا تفاعليا على شبكة الانترنت يتم فيه التواصل مع الناخبين ومع منتسبي هذا الحزب. إذن هي خطوات تقوم بها الأحزاب للتحضير للحملات الانتخابية. كذلك بقية الأحزاب الأخرى نفس الشيء، توجهت إلى المناطق الداخلية وبدأت اجتماع بطبيعة الحال هذا قبل الانتخابات البلدية. ولكن التفاعلات اليوم بحقيقة موضوع الحبر الانتخابي يبدو أنه أخذ أبعادا أخرى. هناك رفض حقيقي من عدة ناشطين بالمجتمع المدني والأحزاب كذلك، خاصة من حزب نداء تونس، هو أكثر الأحزاب الذي عبر عن طريق مديره التنفيذي وحتى اليوم عن طريق بعض نوابه وقياديه عن رفض عدم استعمال الحبر الانتخابي باعتبار أنه يزيد من إمكانية التزوير، وهو ما دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم إلى التدخل والتوضيح أكثر. في السابق الهيئة قالت أن عدم استعمالها للحبر كان لسببين رئيسيين، هو كلفته الباهظة نوعا ما، وكذلك أنه لا يهم كثيرا ولا ليس له أي
انعكاس على التزوير. اليوم رئيس الهيئة تدخل وقال أن هيئة الانتخابات أخذت هذا القرار بعد أن تم تأجيل الانتخابات البلدية عدة مرات، واستيراد هذا الحبر من عدة بلدان كالصين وغيرها يتطلب وقتا طويلا، وبالتالي فإن أمور لوجستية، وقلل من خطورة هذه الخطوة، واعتبر أنها باعتبار أنها انتخابات بلدية ويشارك فيها التونسيون داخل البلاد فقط، لا يمكن التزوير، لا يمكن اعتماد جواز سفر وبطاقة هوية مثلا. طيب. بطاقة الهوية هي المحدد الوحيد في هذه الانتخابات، وبالتالي لا خوف، لا يوجد ما يبرر خوف الأحزاب من عدم استعمال الحبر الانتخابي. هذا أهم ما ميز اليوم الوضع الانتخابي في تونس. بطبيعة الحال المدة ما زالت بعيدة نوعا ما، الطعون الانتخابية غدا تبدأ المحاكم أو تستأنف إعلان نتائج الطعون التي قدمتها القوائم المسقطة. ستتعرف الأحزاب على القوائم التي يمكن أن تستأنف أن السباق الانتخابي، وبالتالي الطعن في قرارات الهيئة المستقلة. نعم، أشكرك كل الشكر زميل مراد الدلنسي مراسل ميدين، كنت معنا من تونس. من تونس إلى مصر، حيث تتواصل الدعوات لتكثيف المشاركة بالتوازي مع تزايد المواقف الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. قال رئيس حزب النور المصري يونس مخيون أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع من ثوابت الحزب. مخيون وخلال مؤتمر للحزب دعا جميع القواعد الحزبية إلى الإدلاء بأصواتهم لصالح السيسي الذي حافظ على الوطن وتماسكه على حد تعبيره. مخيون قال أن كل من يدعو إلى هدم الجيش أو يتمنى انقسامه خائن لوطنه ولدينه. من العاصمة المصرية انضم إلينا مدير مكتب الميادين في القاهرة زميل محمد ناصر. أهلا بك محمد، ما الجديد الانتخابي لهذا اليوم وما جديد المواقف ربما على صعيد الدفع باتجاه التصويت بكثافة أو المقاطعة؟ بالفعل وفاء، تتواصل مع اقتراب موعد التصويت في تلك الانتخابات في يوم 26 من الشهر الجاري في الداخل المصري، تتواصل حملات الدعاية والندوات والمؤتمرات التي تعقدها عدد كبير من الأحزاب، وأيضا حملات شعبية ومنظمات المجتمع المدني، أولا لحشد المواطنين للتصويت في تلك الانتخابات، وأيضا لدعم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. صباح اليوم عقد وزير أوقاف مختار جمعة ندوة في جامعة القاهرة، تحدث فيها عن أهمية المشاركة في تلك الانتخابات سواء من الناحية الوطنية أو الناحية الشرعية، وأكد أن نزول المصريين في يوم الاقتراع يمثل صحوة كبيرة ويظهر المصريين أمام العالم كقوة موحدة في مواجهة التحديات. أيضا التقى صباح اليوم المنسق العام لحملة المرشح عبد الفتاح السيسي السفير محمود كارم 12 سفيرا من دول عربية مختلفة، تناول معهم أوضاع الحملة الانتخابية وأوضاع تلك الانتخابات وأهداف الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، وأكد فيها حرصه على أن تكون تلك الانتخابات شفافة وتتسم بالنزاهة، وأيضا دعوة الحضور المصريين والعرب إلى متابعة ومراقبة تلك الانتخابات. على جانب آخر، تعقد اليوم أيضا مؤتمر في مدينة المحلة ينظمه اتحاد عمال مصر وعدد من النقابات العمالية لمناقشة أهمية المشاركة في تلك الانتخابات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. المجلس القومي للمرأة بدوره أيضا يساهم في حث سيدات مصر على المشاركة في تلك الانتخابات. هذا هي الداخل المصري، لكن في الخارج أيضا هناك حملات مكثفة تقوم بها الجاليات المصرية لحث أبنائها في الخارج على المشاركة في التصويت في تلك الانتخابات، وهي عملية التصويت التي تبدأ يوم الجمعة القادم، ومن المفترض أن يتم عملية التصويت فيما حوالي 122 دولة، هناك فيما يقرب من 139 لجنة انتخابية ب 122 دولة بعد استثناء 3 دول فقط من التصويت فيها، وهي اليمن وليبيا وسوريا نظرا للأوضاع الأمنية هناك. هناك لجان تحركت من مصر للشفع على تلك الانتخابات في الخارج في مقرات البعثات الدبلوماسية المصرية. أيضا هناك
تيارات سياسية غادرت إلى بعض الدول الرئيسية لحث المصريين في الخارج على المشاركة، من بينهم أعضاء في البرلمان المصري وبخاصة وأيضا سفيرة السفراء مصر في الخارج ووزيرة المصريين وشؤون الهجرة. طيب محمد، إلى أين تم يعني هؤلاء المسؤولون الذهاب، إلى أي الدول؟ ذهبوا إلى الدول التي بها أعداد كبيرة من المواطنين المصريين، وبخاصة في أستراليا وكندا وأمريكا، وأيضا في السعودية والكويت وعدد من دول الخليج، حيث تنتشر الجاليات المصرية والعاملين المصريين بكثرة هناك. تم إجراء مؤتمرات ولقاءات مع عدد كبير منهم وحثهم على ضرورة المشاركة في تلك الانتخابات. المفترض أن تستمر عملية التصويت في الانتخابات في الخارج المصري على مدار 3 أيام، تبدأ من اليوم 16 من الشهر الجاري ولمدة 3 أيام من الجمعة إلى يوم الأحد القادم. نعم، أشكرك كل الشكر زميل محمد ناصر مدير مكتب الميادين في القاهرة على هذه الإحاطة وعلى كل هذه المعلومات. بطبيعة الحال وصلنا إلى ختام نشرة الانتخابية. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الانترنت ميادين.نت، ولمتابعتنا باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net، بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.